الأستاذة هالة السعيد بتقول اقتصاد مصر حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات. نورت يا هالة والله، نورت وحياة ربنا. بس أنا عايز أقولك يا هالة، مش الكلمتين دول كان بيقولهم أحمد نظيف؟ حضرت يا أحمد نظيف أنت؟ والله مش كده قالهم؟ طب احلفي كده بالنظارة اللي أنت لابساها دي أو بالهاي كول اللي أنت لابساها ده إنك ما سمعتيش الكلمة دي من محمود محي الدين؟ طب احلفي إن يوسف بطرس غالي ما قالهاش؟ طب احلفي إن جمال مبارك ما قالهاش؟ طب قولي والله والعيش والملح، قولي كده إن أحمد عز ما قالش الجملة دي؟ حققنا أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات. يا جماعة لأقولكوا كلام جديد بقى،